في كلمته أمام قمة العشرين، الرئيس السيسي يرحب بانضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم، ويؤكد على دور المجموعة في معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي. الرئيس السيسي يجري عدداً من اللقاءات مع مجموعة من الزعماء المشاركين، ويبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. مصر ودول العالم تعرب عن خالص تعازيها للمغرب في ضحايا زلزال المدمر، والضحايا يتجاوزون 1000 شخص. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. في ظل ظرف دولي دقيق يموج بالعديد من التحديات، تنعقد فعاليات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. وفي ظل مشاركتها بالقمة بدعوة من الهند، تسعى مصر لأن تكون صوتاً فعالاً للقارة الإفريقية من خلال التركيز على ما يهم القارة من قضايا وملفات سياسية واقتصادية. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 18 لقادة مجموعة العشرين. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لخروج القمة برسالة قوية ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتق القادة لتحقيق آمال الشعوب، وأوضح أن تحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة يتطلب منظورا شاملا لترتيبات يكون محورها النظام متعدد الأطراف، لافتا إلى أهمية دور مجموعة العشرين على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية. وخلال كلمته أمام قمة العشرين، رحب الرئيس السيسي بانضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم، مشيرا إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. كما أعرب عن تطلعه لأن تسهم القمة في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات التي تحول دون التعافي الاقتصادي. We'll be right back.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة والتي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وجمعت قادة وممثلي عدد من الدول الإفريقية والأوروبية وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. شهدت القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، حيث تم الترحيب بهذه الخطوة، وأكد الرئيس السيسي أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية. كما شهدت القمة كذلك تباحثا معمقا بشأن الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على قضية الأمن الغذائي. وأشار الرئيس السيسي إلى أن احتواء تحديات أزمة الغذاء في القارة الإفريقية يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي. كما أكد الرئيس السيسي أن تفعيل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية يعد من أهم أولويات الرئاسة المصرية للنباد، ما يدعم الأمن الغذائي في أفريقيا. هذا وتوافق الزعماء خلال القمة المصغرة على أهمية استمرار التنسيق والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الشراكة بين جميع الأطراف. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. وصرح متحدث الرئاسة بأن اللقاء شهد تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجهها على ضفتي المتوسط، وحرص كل طرف على تعزيز العلاقات وأطر التعاون على مختلف الأصعدة. كما تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي سياسيا واقتصاديا وتنمويا، لا سيما في إطار وثيقة الأولويات الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية للسنوات القادمة حتى عام 2027، مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية، خاصة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مستوى العالم، بالإضافة لتطورات الأوضاع في إفريقيا. وثمن رئيس المجلس الأوروبي جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة واستضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين ودورها المحوري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي استنادا إلى مبادئ الاستفادة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وذلك كركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، وباعتباره شريكا مهما في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى ومشروعات الطاقة والتحول الأخضر. وخلال لقائهما على هامش قمة العشرين، أعرب الجانبان عن التقدير المتبادل لتميز العلاقات المصرية الأوروبية، مع تأكيد الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأوضح متحدث الرئاسة أنه تمت الإشارة خلال اللقاء إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخيا من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية. في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027، كإطار حيوي لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين على الزخم الجيد الذي تتسم به العلاقات الأوروبية مع مصر، مشددة على ضرورة الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية. وفي منشور لها على منصة كاس إشورت، فوندرلاين أشارت إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال الأمن الغذائي، لافتة إلى الشراكة الهامة للتكتل مع مصر،
وموضحة أن لقائها مع الرئيس شهد بحث التعاون في مجال الهيدروجين والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة وأهداف مؤتمر المناخ COP28. إلى ذلك أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، وذلك مع كل من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكذا رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم. كما التقى الرئيس السيسي رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ ورئيس جمهورية البرازيل لولا دا سيلفا. وللمزيد حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين، ينضم إلينا من نيودلهي الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك من خلال مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة. نعم، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل في فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة على هامش اجتماعات الجلسات اليوم الأول لقمة مجموعة دول العشرين. في هذه القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة رحب السيد الرئيس بقرار دول أعضاء مجموعة العشرين بانضمام الاتحاد الأفريقي ليصبح عضوا كاملا في هذه المجموعة الهامة، وقال إنها خطوة جيدة على طريق بناء شراكة جديدة بين الجانبين يتبادل خلالها الجانبان المصالح المتبادلة والمشتركة. في هذه القمة أيضا ألقى السيد الرئيس كلمة هامة دارت حول الأوضاع الراهنة عالميا وتأثيراتها السلبية على قضية الأمن الغذائي، وأكد السيد الرئيس على ضرورة وضع رؤية مشتركة تسعى إلى صياغة حوكمة منظومة الأمن الغذائية عالميا وضمان يعني إمدادات الغذاء في كل الدول التي تأثرت بهذه الأوضاع الراهنة سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، خاصة دول الجنوب والدول النامية. وأكد السيد الرئيس أن هذه التأثيرات السلبية سوف يعني تقاومها هذه الشراكة الجديدة بين الجانبين الاتحاد الإفريقي من جانب وبين مجموعة دول العشرين. أيضا نشاط مكثف كما ورد في الأخبار السابقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء فيما يتعلق بعدد من اللقاءات سواء الجانبية على هامش الاجتماعات أو اللقاءات الثنائية التي جمعت سيادته بعدد من رؤساء الدول وقادة الحكومات المشاركين في هذه القمة وهذه الاجتماعات الهامة، سواء ما يتعلق بلقاءات سيادته مع رئيسة أو مفوضة الاتحاد المفوضة الأوروبية للاتحاد الأوروبي أو رئيس المنظمة العالمية للصحة أو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي أو رئيس الوزراء الياباني والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا. كل هذه اللقاءات سعت لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر من جانب وبين هذه الأطراف من جانب آخر على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، وأيضا تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وبين هذه الأطراف فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتأثيرات هذه الأوضاع على الحالة الاقتصادية العالمية بشكل عام والأوضاع الاقتصادية في الدول النامية ودول القارة الإفريقية بشكل خاص. السيد الرئيس في خلال نشاطاته سواء لقاءاته الثنائية أو مشاركة سيادته في الجلسة الافتتاحية أو القمة الأوروبية الإفريقية يتحدث انطلاقا من رئاسة مصر ل الدورة الحالية من دورات الشراكة أو دورات اللجنة التوجيهية لرؤساء وقادة الحكومات الإفريقية للتنمية المعروفة بالنباد، أو من خلال ترأس سيادته للدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة متعدد الأطراف للمناخ COP27، قضيتان تلقيان اهتماما بالغا من هذه المجموعة مجموعة الدول العشرين سواء ما يتعلق بعمليات التنمية المستدامة وتصحيح مسار الاقتصاد العالمي أو فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي باتت تهدد مسار
مسار الاقتصاد سواء العالمي أو الاقتصاد القاري الإفريقي. السيد الرئيس خلال هذه المشاركات وهذا النشاط السياسي المكثف كان يتحدث باسم القارة الإفريقية ودول الجنوب والدول النامية بشكل عام، وطرح سيادته خلال كل هذه النشاطات وجهة نظر دول الجنوب والدول الإفريقية بضرورة بناء شراكة اقتصادية جديدة ترسم خطوط واضحة لملامح التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة القادمة، تقوم على تبادل المنافع المشتركة والمصالح المشتركة، وفي القلب منها عدد كبير من القضايا الفرعية مثل الإصلاح المالي والمؤسسي لمؤسسات التمويل والمؤسسات المانحة الدولية التي اقتصرت المساعدات المالية التمويلية على أدوار أو أهداف محدودة حتى أنها فقدت جدواها التنموية بالنظر إلى الاشتراطات الواسعة وتعاظم هذه الاشتراطات لمنح هذه المنح التمويلية التنموية. وتحدث أيضا السيد الرئيس عن عدد آخر من القضايا المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية، وأكد رؤية مصر حيال هذه القضية تحديدا عندما أكد وأعاد التأكيد سيادته على ضرورة إنشاء صندوق الأضرار والخسائر وتقديم كل المساعدات الفنية لازمة لدول الجنوب ودول القارة الإفريقية التي لم تتسبب في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وإنما كانت هي الأطراف التي تحملت أكبر وأعظم الأضرار نتيجة لهذه التغيرات المناخية. وأكد السيد الرئيس أن هناك فرص واسعة لتفعيل شراكة مناخية، أي شراكة تعتمد على تبادل الخبرات ما بين الجانبين خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والتحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة. هذه الاجتماعات ونشاط السيد الرئيس في النهاية يعكس النقاط الإيجابية الذي يخرج بها الجانب الإفريقي وجانب الدول النامية تحديدا. ربما أعظم وأهم هذه الفوائد هو قرار مجموعة العشرين بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين وما يحمله من مزايا وفرص واعدة لمزيد من إقرار العمليات التنمية المستدامة في الجانب الإفريقي أو جانب الدول النامية، أو فيما يتعلق بوضع أولويات كما أكد السيد الرئيس على هذه النقطة تحديدا، وضع أولويات القارة الإفريقية على رأس أجندة الأولويات الدولية والعالمية وطرح القضايا والمشكلات والمعوقات التي تواجه عمليات التنمية المستدامة في القارة السمراء أمام كل الشركاء الدوليين في أولهم وفي مقدمتهم مجموعة العشرين. كما هو معروف مجموعة العشرين تستحوذ على أكثر من 85% من ناتج الاقتصاد العالمي، تستحوذ أيضا على أكثر من 80% من حركة التجارة العالمية، ما يعني أن هناك مزايا وفرص متبادلة مشتركة ومصالح لكلا الجانبين قد تحملها ربما الفترة القريبة المقبلة. وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عندما أكد أنه تم الاتفاق وتم وضع لمسات النهائية على إعلان نيو دلهي لقمة أو لختام قمة العشرين الذي يقر الرؤية الجديدة والشراكة الاقتصادية الجديدة بين الاتحاد الإفريقي ودول الجنوب بشكل عام وبين دول مجموعة العشرين. نعم أشكرك شكرا جزيلا من نيو دلهي الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، أشكرك على هذه التغطية الوافية. ونتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام فعاليات القمة المجموعة العشرين. ونحن خلال أسبوعين سوف نستضيف منتدى للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية. العالم الآن يواجه لحظة تاريخية، القرارات المهمة التي يتخذها اليوم سوف تؤثر على المسار في المستقبل لعقود قادمة، واستثماراتنا الآن أصبحت أهم من أي وقت مضى. لذا معا دعونا نستمر في العمل معا لكي نشهد هذه اللحظة التاريخية التي نستثمر فيها كلنا معا ولإيجاد شركاء جديد والاستفادة من رأس المال، لأن الاستثمار في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل هو في صالح كل دولنا. عندما نستثمر في الاقتصادات الناشئة كل الاقتصادات تستفيد، وعندما نستثمر في المستقبل فكل شعوب العالم تستفيد. مرة أخرى شكرا لكم على وجودكم هنا اليوم، وأتطلع للعمل معكم جميعا. وسوف أعود كلمة مرة أخرى إلى رئيس الوزراء الهندي.
شكرا لك. الآن ندعو ولي عهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية لإلقاء كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا جميعا اليوم، يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب للتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة الحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام، لتحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها وفق الإطار الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه In conclusion, I'd like to commend the PGII, launched by President. أن أتقدم بالشكر على هذا الممر الذي أطلقه الرئيس باردن بمشاركة المملكة العربية السعودية وعشرين مليار دولار مشاركة. نتطلع إلى تكامل هذا الممر والمشروعات الأخرى. وأيضا أتقدم بالشكر لهؤلاء الذين عملوا معنا للتوصل إلى هذه الخطوة المؤسسة لإقامة هذا الممر الاقتصادي الهام. تحياتي لكم جميعا. شكرا لك صاحب السمو. الآن أدعو رئيس المفرصة المفوضية الأوروبية لتلقي كلمتها. أصحاب السمو، أصحاب السعادة، مر عامين منذ إطلاقنا لهذه الرؤية المشتركة، الممر الاقتصادي بين أوروبا الشرق الأوسط والهند لتعزيز البنية التحتية في الدول المتوسطة الدخل ومنخفضة الدخل. واليوم كثير من المشروعات يتم تنفيذها ونقدم مشروعين من هذه المشروعات اليوم. أولا، مشروع أوروبا الممر الاقتصادي بين الهند الشرق الأوسط وأوروبا. هذا إنجاز تاريخي، سوف يكون أقوى رابط مباشر بين الهند والخليج العربي وأوروبا من خلال سكك حديدية، سوف تجعل التجارة بين الهند وأوروبا 40 مرة أسرع بكابلات كهربائية وخطوط طاقة نظيفة لتعزيز التجارة في مجال الطاقة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع كابلات تربط كذلك أكثر الأنظمة الرقمية تطورا في العالم وتخلق فرص للأعمال والاستثمارات طوال هذا الممر. هذه هي الاتصالات الجديدة الأحدث في عالم الغد، أقصر أطول وأنظف. وهذا الممر هو أكثر من مجرد سكك حديدية أو كابلات، بل هو جسر أخضر بين الحضارات والقارات. وهذه هي كذلك روح المشروع الثاني الذي نعلن عنه اليوم، وهو الممر عبر أفريقيا الذي سوف يربط ميناء لوبيتو في أنغولا بكونغو وكذلك كابابلت في زامبيا. هدفنا ليس فقط ربط المناطق الحبيسة التي ليس لديها سواحل، ولكن كذلك الاستثمار في سلاسل القيمة في الطاقة النظيفة وكذلك تطوير القوى العاملة المحلية. هذه هي روح هذا الممر، وهو نهج جديد لتطوير استثمار في البنية التحتية، وهو مرتبط بالتشارك في الرفاه وكذلك الفائدة الحقيقية لكل الشركاء. شكرا. شكرا لك. الآن أدعو رئيس فرنسا لكلمته.
شكرا لكم. لقد ذكر كل شيء بالفعل، لذا ليس لدي أي إضافة. أود أن أشكر رئيس الوزراء مودي على تنظيم هذا الاجتماع والرئيس الأمريكي بايدن للمشاركة معنا في هذا الاجتماع، ونحن ملتزمون بهذا المشروع ونتطلع للتعاون مع الأصدقاء. وقد تحدثت عن هذا مع سمو الشيخ محمد بن زايد وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان. كل شيء قد ذكر من قبل بالفعل، لذلك الآن نحن في المفوضية الأوروبية ملتزمون بأن نستثمر معكم في هذا الممر، وهذا مشروع مهم للغاية من أسيا عبر الشرق الأوسط حتى أسيا لتحقيق الربط بين كل تلك المناطق. ونود أن يصبح هذا المشروع حقيقي، ونتأكد أنه بعد هذا الالتزام سوف نحصل على نتائج ملموسة، وكذلك أن يكون لدينا أول ممر للتجارة الخضراء بمعنى صافي صفر انبعاثات كربون باستخدام أفضل التكنولوجيات، والهيدروجين الأخضر يصبح جزء من هذا المشروع، ونستفيد كذلك من كل التطورات. وأعتقد أن هدفنا الآن هو أن يكون لدينا عملية عادلة وأن نقدم الكثير من الفرص للتصنيع في الدول المختلفة والتعاون لبناء تلك الطرق والابتكارات المرتبطة بتلك الطرق. لا أود أن أتحدث بشكل مطول مرة أخرى، شكرا لكم، هذا حدث مهم للغاية ونحن ملتزمون معكم. شكرا لك. والآن أدعو المستشار الألماني لكلمته. شكرا ميراندا وجو على وجه التحديد لعقد هذا الاجتماع. أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن أطلقنا هذه الشراكة للاستثمار والبنية التحتية العالمية في العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهذا الممر يسهم في رأب الفجوة الاستثمارية في مجال البنية التحتية كما ذكر الرئيس ماكرون عن هذه المبادرة وكل الأنشطة التي تحدثنا عنها اليوم، فهذا مهم للغاية. وأنا لا أود أن أكرر ما ذكر بالفعل. أولا نحن نريد أن نتأكد من تنفيذ مثل هذا المشروع، لأنه بالنسبة لي علينا أن نعمل على المؤسسات التي تستطيع أن تعمل على التمويل، ولهذا أعتقد أنه من المهم كذلك أن نتعاون مع البنك الدولي ونجعل عمله ناجحا. وألمانيا سوف تسهم ب 305 مليون يورو إضافية، وهذه هي أحد الجوانب المرتبطة بهذه الأنشطة هنا. نحن نحاول كذلك أن نعمل مع أفريقيا، والاتفاق مع أفريقيا سوف يتجدد في اجتماع في برلين في شهر نوفمبر من أجل تطوير البنية التحتية وتطوير الاقتصادات. شكرا لك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مقر انعقاد القمة العشرين، حيث كان في استقباله رئيس وزراء الهند الرئيس الحالي للمجموعة ناريندرا مودي. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظل ظرف دولي دقيق وتكدث العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الاتحاد الأفريقي سيصبح عضوا دائما في مجموعة العشرين. وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات قمة المجموعة في نيودلهي قال مودي إن العالم بات يعاني من أزمة ثقة في ظل كثرة الصراعات والتحديات، مؤكدا الحاجة إلى توجه عالمي جديد مع ضرورة وضع حلول ملموسة لمختلف التحديات. Not only for the present generation, but also for the generations to come. Friends, India's G20 presidency has become. في خطوة تسهم في تعزيز وصول أصوات الدول الإفريقية على الساحة الدولية، جاءت موافقة مجموعة العشرين على منح الاتحاد الإفريقي وضع العضوية الدائمة، خطوة تمنح الاتحاد الإفريقي المؤلف من 55 عضوا والمصنف حاليا على أنه منظمة دولية مدعوة، خطوة تمنح الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، خطوة تعزز وجهة النظر الإفريقية خصوصا في قضايا حيوية مثل تغير المناخ والديون وقضايا الغذاء والطاقة والتنمية المستدامة. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين وضع منح العضوية الكاملة للاتحاد الإفريقي على رأس أولوياته، وكانت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا أيضا ممن أيدوا عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبع الذي عقد في اليابان منتصف مايو الماضي. وفي أول مايو خلال زيارة لمقر الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، دعم المستشار الألماني أولاف شولتس بقوة دعوات حصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين بهدف منحه نفوذا أكبر في الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ. وقال شولتس إن إفريقيا يجب أن تلعب دورا دوليا أكبر يعكس أهميتها المتزايدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب ومنقسم على نفسه بشكل متزايد. ويعتزم زعماء أوروبيون عقد اجتماع رفيع المستوى مع الزعماء الأفارقة على هامش قمة العشرين، حيث سيتضمن الاجتماع الأوروبي الإفريقي الذي يطلق عليه اسم القمة المصغرة، يتضمن مناقشة عواقب الأزمة الأوكرانية إضافة إلى مناقشة جهود إصلاح الهيكل المالي العالمي وتحسين ظروف الاستثمارات الخاصة ومشروعات البنية التحتية في إفريقيا، بالإضافة إلى الوضع في منطقة الساحل الإفريقي. أكد إعلان قادة مجموعة العشرين على أهمية الحل السلمي وبذل جهود دبلوماسية وحوار لإنهاء الصراعات. وشدد إعلان القادة على أهمية متابعة الإصلاحات من أجل بنوك تنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، كما دعا الإعلان لتسريع النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، لافتا إلى أن القمة شهدت وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع بشأن الأزمة الأوكرانية. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رائف. أستاذ جمال، بعد التحية، بداية، كيف تقيم فعاليات قمة مجموعة العشرين حتى الآن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الدقيقة التي يشهدها العالم الآن؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد قمة مجموعة العشرين تنعقد في ظرف استثنائي وفي ظرف عالمي في الحقيقة يشهد الكثير من المتغيرات، وهذا ما انعكس على أجندة يعني النقاش في هذه القمة، ووجدنا موضوعات يعني الجميع يتحدث عنها في المجتمع الدولي، وهي موضوعات الساعة، على رأسها طبعا الأمن الغذائي، التغيرات المناخية، أيضا ما يتعلق بأزمة أو أمن الطاقة وغيرها من موضوعات أصبحت ملحة على الاقتصاد الدولي، أيضا طبعا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، وخاصة كما ذكرنا على أمن الطاقة وأمن الغذاء، وبالتالي موضوعات فرضت نفسها على أجندة قمة العشرين هذا العام في ظل ما يشهد العالم من متغيرات كبيرة للغاية. أيضا هذه القمة ما يميزها طبعا هو دخول القارة الأفريقية قاعد وأساسي الآن أيضا في هذه المجموعة وفي هذا التكتل الاقتصادي المهم للغاية، وهنا يجب أن نشير للدور المصري في الحقيقة البارز، صحيح، والذي يعني أيضا ساهم بشكل كبير جدا في إيضاح الرؤية الأفريقية وضرورة وجود القارة الأفريقية كشريك أساسي في كافة التكتلات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية. عشان كده كان حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضرا
في القمتين المعنيتين بالشراكة ما بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في ألمانيا، وبالتالي هناك طوال الوقت حديث مصري عن ضرورة وجود القارة الأفريقية كشريك أساسي صحيح. لمجموعة فيما يخص العشرين. فيما يخص هذا الخبر الخاص بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم بمجموعة العشرين، ما انعكاسات هذا القرار وكيف يمكن للقارة الأفريقية أن تستفيد من انضمامها لمجموعة العشرين؟ يمكن بالتأكيد هذا القرار بيؤكد أن القارة الأفريقية سوف تصبح لاعب في الاقتصاد العالمي أكثر قوة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل هذه المتغيرات الدولية الراهنة، لأن القارة الأفريقية غير منخرطة بشكل أساسي في الصراع الدولي، بل نعم هي تستقبل تداعيات هذا الصراع السلبية سواء على صعيد الأمن الغذائي أو أمن الطاقة، ولكنها ما زالت شريك آمن لمجموعة العشرين، وبالتالي أنا أعتقد أنها سوف تحظى بالمزيد من الفرص ومزيد من الاستثمارات ومزيد من الانخراط في المجتمع الاقتصادي الدولي. وهنا أيضا يجب النظر في الرؤية التي وضعتها أيضا الدولة المصرية وحددت بعض المقومات المهمة للغاية لإنجاز ودعم هذه الشراكة، وده اتضح حتى في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة العشرين، والتي تناولت بعض هذه المحاور سواء فيما يتعلق بالدمج الاقتصادي للدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام في الاقتصاد العالمي، أو ما يتعلق بتداعيات طبعا الأمن الغذائي وتأثيراته على القارة الأفريقية الآن، أو ما يتعلق بالطاقة. يمكن مصر أيضا طرحت حلول، مصر لم تطرح فقط المشكلات ولكنها أيضا طرحت حلول من خلال طبعا وجود مصر الآن كمركز إقليمي للطاقة، والسيد الرئيس تحدث عن مصر الآن مركز إقليمي للطاقة سواء من خلال منتدى شرق المتوسط أو من خلال طبعا استخدامها للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وأيضا السيد الرئيس طرح فكرة أن تكون لدى مصر أيضا مركز لوجستي مهم يعني يدعم أيضا الأمن الغذائي العالمي، وهذه مبادرات مصرية مهمة للغاية بتؤكد أن دعوة مصر الآن لقمة العشرين لم تأتي مصادفة، ولكنها تأتي لأن الدولة المصرية لديها رؤية، لديها حلول، لديها طوال الوقت حديث به الكثير من النظرات والخطوات الاستباقية والاستشرافية وأيضا العمل الجاد على الأرض الواقع. يمكن هذه هي القمة الثالثة التي يشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى القادة وفي مجموعة العشرين طبعا، وده أيضا دليل مهم أن الدولة المصرية شريك أساسي ومحوري سواء على صعيد العمل الثنائي ما بين مصر ومجموعة العشرين أو ما بين القارة الأفريقية ومجموعة العشرين. أعتقد أيضا الشراكة ما بين القارة السمراء وبين مجموعة العشرين بترتكز بشكل أساسي على ما أنجزته مصر الآن من انفتاح على العمل الدولي والإقليمي، ووجود مصر كمركز لوجستي وتنموي إقليمي مهم للغاية، لأن ما أنجزته أيضا الدولة المصرية على صعيد البنية التحتية والبنية اللوجستية في الداخل أيضا هو يخدم بشكل أساسي المحيط الأفريقي ويخدم أيضا قضايا الاقتصاد والتجارة الأفريقية. عشان كده بنجد حينما نتحدث عن الاقتصاد في القارة الأفريقية الجميع يتحدث أن الدور المصري دور مهم للغاية وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الأفريقي. وطبعا مصر الآن بترأس تجمع هو الأهم فيما يتعلق بالعمل التنموي في داخل القارة الأفريقية، وهو تجمع النبال الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي صحيح. وبالتالي الرؤية المصرية حاضرة أيضا يعني الذراع التنموي للقارة الأفريقية نيباد ومصر ترأسه، ومؤتمر كوبكا 27 تغير المناخ أيضا لم تكن غائبة على طاولة الحوار في قمة العشرين. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك حرصا كبيرا على متابعة سير العمل بالمتحف المصري الكبير. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء لمتابعة سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء التشغيل التجريبي للمتحف، وكذا الموقف التنفيذي الحالي ومستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة ومنطقة الأهرامات. وأشار مصطفى مدبولي إلى ضرورة مواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف بتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعيا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وكذا تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم. عقب جولته بالمتحف المصري الكبير، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء المحطات في نطاق المتحف المصري الكبير، حيث أوضح أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف بلغت 40.6% وبمحطة الرماية 35.6%. كما تفقد مدبولي أيضا أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف والتي تم الانتهاء منها بنسبة 82% تمهيدا لافتتاح المتحف المصري الكبير. هذا وتابع رئيس مجلس الوزراء الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، والتي تضمنت طريق الفيوم، منطقة الرماية، مدخل شارع الجيش، حيث شاهد أعمال زراعة النخيل والأشجار والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع التي يجري تنفيذها لإطفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق. هذا وأكدت الحكومة أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسة المؤدية للمتحف المصري الكبير، يجري العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شاملة للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه، وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام. قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات، واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول ما يتضمنه مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة من مركز لخدمة السائحين ودورة مياه فندقية وبوابات ذكية بتذاكر إلكترونية، بالإضافة لقاعات سينما ومركز طبي وعربات جولف، وهذا إلى إضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة. تفقد أيضا رئيس مجلس الوزراء البوابات الداخلية للمنطقة، حيث يوجد بها جداران يعرض عليهما تاريخ الأهرامات وصور الملوك الثلاثة للأهرامات، كذا قاعة للفعاليات السينمائية ومنطقة للتسوق الجديدة ومركز تجاري للملك خوفو. أعربت مصر عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية، ما أسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة. في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق. إلى ذلك، أعلن التلفزيون المغربي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 822 حالة وفاة، إضافة إلى إصابة 672 آخرين. كما أوضح المركز الوطني المغربي للبحث العلمي والتقني أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.
هذا وأمر ملك المغرب محمد السادس الجيش بنشر فرق لوجستية جوية وبرية لمساعدة المناطق المتضررة من الزلزال. دونما سابق إنذار، ضرب زلزال هو الأعنف منذ قرن المملكة المغربية بسبع درجات سجلها الزلزال على مقياس ريختر. تهدمت منازل ومواقع أثرية، وهرع الناس إلى شوارع المدن والأزقة طلباً للحماية. وما زاد من حدة القلق، خاصة خلال الدقائق الأولى تأثرت شبكات الاتصال بما جرى. استعذر على كثيرين التواصل مع عائلاتهم لطمأنتهم وللاطمئنان عليهم. ضرب الزلزال منطقة إيجيل الجبلية التي تضم قرى زراعية صغيرة على بعد حوالي 70 كيلومتر جنوب غربي مراكش. ما زاد الطين بلة أن الطرق الجبلية في اتجاه القرى التي تأثرت شهدت انهيارات للصخور، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا. وفي مراكش أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، انهارت بعض المباني في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، فضلا عن سقوط مئذنة مسجد الكتيبة الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش. ومع فداحة أعداد الضحايا، بدأت السلطات تدعو المواطنين للتبرع بالدم، كما أنها تعمل على تطهير الطرق في ولاية الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين. لكن المسافات الكبيرة بين القرى الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتا لمعرفة حجم الأضرار والخسائر. أدانت مصر بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا شمال شرقي مالي، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مالي ولأسر الضحايا جراء الحادث الإرهابي الغاشم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر على إدانتها لمثل تلك الأعمال الإرهابية المشينة، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتكثيف منابع تمويله ودعمه. افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المؤتمر 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال وزير الأوقاف إن عدد المساجد التي تم افتتاحها سواء جديدة أو إحلال وتجديد بلغ أكثر من 10500 مسجد في السنوات التسع الماضية، إضافة إلى تحسين رواتب الأئمة، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على تفضله برعاية هذا المؤتمر، سائلا الله عز وجل أن يوفق سيادته وأن يسدد خطاه وأن يجزيه خير الجزاء عن اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها ما بين بناء جديد أو تطوير شامل أكثر من 10500 مسجد في التسع سنوات الأخيرة. كما أشكر سيادته على اهتمام وتوجيه سيادته بالعمل المستمر على تحسين أحوال الأئمة ماديا ومعنويا وإكرامه لأهل القرآن. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على الاستراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصري والتي أتت ثمارها في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي 71. رصد التقرير الرؤية الدولية التي تعكس جهود الدولة المصرية في دعم الفلاح، حيث ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن الحكومة المصرية تعمل على تزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة، خاصة الأسمدة والمبيدات والبذور والأعلاف الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمزارعين.
من جانبه أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساهمة جهود مصر في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية في جعل المزارعين أكثر استعدادا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ. إلى هنا نصل لختام نشرة الثالثة، بقي تذكير بأبرز عناوينها. في كلمته أمام قمة العشرين، الرئيس السيسي يرحب بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، ويؤكد على دور المجموعة في معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي. الرئيس السيسي يجري عدداً من اللقاءات مع مجموعة من الزعماء المشاركين، ويبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. مصر ودول العالم تعرب عن خالص تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر، والضحايا يتجاوزون 1000 شخص. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.